يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استدل بعض كبار الصوفية على جواز الذكر بالاسم المفرد الله في الكتاب والسنة، فقال ما الكتاب فقوله سبحانه واذكر اسم ربك، قال فهنا الأمر بذكر اسم الله، وأما السنة اذكر اسم ربك بالتسبيح والتهليل والتكبير، هذا معنى اذكر اسم ربك بالتسبيح والتكبير والتهليل. القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة تفسر القرآن. نعم. يقول وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حتى لا يقال في الأرض الله الله، فبماذا نجيب عنه؟ يعني يكون أهل الأرض في ذاك الوقت لا يعترفون بالله ولا يؤمنون بالله، يكونون دهرية ملاحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يعني يصبر لما يصير معهم إن شاء الله ويصير حكمه حكمهم. نعم.